السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي إعادة التدوير والخياطة. فيديو جديد سهل جدا، هنقفل البلوزة اللي كنا عملناها في الفيديو السابق إن شاء الله مع بعض. كل سنة وحضراتكم بخير، المولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلوات والسلام. النهاردة بس حابة أقول حاجة صغيرة جدا جدا، هو إن أنا لابسة كل حاجة من إيديا، من أول البندانة والطرحة والبلوزة اللي كنت عملتها معاكم في فيديو سابق. زي ما انتم شايفين، الفكرة أو الهدف اللي دايما بوصله من خلال قناتي مش هو التوفير، ولكن انك تعملي حاجة من ايديكي، حاجة تفرحك وحاجة تنجزيها بنفسك ومن عمايل ايديكي. وطبعا اكيد التوفير سبب من الاسباب، ولكن يمكن ما اكونش اشيك حد النهاردة او مش شيك قوي، ولكن عملت حاجة بسيطة لبستها من ايديا وده شيء مفرحني جدا. وكمان عايزة اقول حاجة، بس انه انا يعني الحاجة اللي بعملها انا بلبسها قدامكم، يعني هو مش مجرد بس ان انا بعمل حاجة بتتخيط بتخلص ما شفناهاش هي مناسبة ولا لا، هي شكلها حلو ولا لا. انا يا جماعة اهو بلبس قدامكم اللي انا بعمله اختصارا للبترون وتسهيل للخياطة على الجميع. انا بلبس الحاجات قدامكم اهي، يعني مش هي يعني مش طبخة بحطها تحت الترابيزة واطلعها واقول لكم اهي خلصت، لا، هو انا بلبسها وبخرج بيها كمان. وزي ما انتم شايفين الشكل العام اتمنى ينال رضاكم. نبتدي بس مع بعض، هنخيط البلوزه النهارده عشان عندنا اكتر من موضوع هنتكلم فيه. نبتدي على بركه الله. البلوزه اهي اللي قلت لكم عليها بالكنار، يا رب تكونوا افتكرتوها. الاكتاف مع بعض، دي اسهل بلوزه ممكن تعمليها، وبرضو عاملاها لنفسي وهلبسها. شايفين الخطوط على بعض ازاي اهو؟ بسم الله. طيب انا خيطت الاكتاف، في هنا حاجه سهله جدا على فكره، الابيض اللي على بقي ده هو سماعه الهاند فري. حبيت بس اوضح في حاجه هنا هتزعل مننا صناع الخياطه او الناس البروفيشنال قوي، هو انت مبتدئه مش عايزه اصعب عليك الموضوع، انا عايزه اجرئك انك تبداي، اجرأك انك تبدأي. مش لازم تعملي لي كل حاجة صح وواحد زائد واحد يساوي اتنين، بالعكس ابدأي 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 بأي حال من الاحوال لازم تبدأي. فانت لو مبتدئة او ما بتعرفيش لسه تعملي بيه، ما بتعرفيش لسه تشطبي، ممكن تعملي كده اهو وتتنيها تانية لغاية هنا، تمام اهو معاكي تانية رفيعة جدا. وانا عملت تشطيب للإبط في فيديو خاص، ولكن في ناس مبتدئة يا جماعة الموضوع ده بتخاف منه جدا جدا، فما ينفعش ان احنا نصعبها عليه، تمام اهو كده لغاية ما تخلصي الابط اهو زي ما انتوا شايفين. بخيط بقى الجزء ده والناحية التانية نفس الحكاية، الاتنين في بعض طبعا، وطبعا على مقلوب. نشوف دلوقتي البلوزة اهي زي ما انتوا شايفين، طبعا انتوا فاكرين كويس ان احنا عملنا جنب اكبر من جنب، الامام عملناه اكبر من الخلف. هنتني بس زي ما انت عايزة تتني على الحرف، زي ما انت عايزة، في اوفر ماشي، ما فيش اوفر خلاص، لازم تتنيها بنفسك، تمام. هنا شايفين الجزء ده كده اهو، عايزة ادوره بشكل يكون يعني مناسب للامام، تمام اهو. فانا بعمل كده بالشكل ده، الامام اهو معايا ده، لو ايه لو انا عايزاه طول واحد اهو، لو انا عايزاه طول واحد باخد نفس الدوران ده وافضل ماشية بالشكل ده، تمام. طيب لو انا عايزة ازود الدوران بتاعي شوية اهو، باخد هنا البلوزة عادي جدا اهو، ايدي طالعة اهو، بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وبرضو قصيرة من قدام وطويلة من ورا، هنتنيها تانية خفيفة جدا. بلوزتي خلصت، فاضل بس الرقبة، خليتها اخر حاجة علشان مش هينفع ان انا اعمل فيها كده، لا لازم اوصلها شريط من نفس الخامة. وزي ما قلتلكوا بناخد من بره من جوه، عفوا من جوه اهو،
وبعدين نخرج بيه على بره. بصوا وما ننساش في كل فيديو دايما نقول التشريب او تفتيح الخياطة، نركز قوي في جزء الرقبة بيضايق ناس كتير قوي اهو. وفي كل مرة بقول نحرص ان لون الخيط يكون لون القماش، ولكن انا دايما بتعمد تغيير الالوان علشان الامور توضح. يعني انا مش بحب الشخبطة على القماش، لكن لازم عشان يكون اوضح ليكم اهو. كل دي موديلات سهلة وبسيطة، عايزاكي تجربيها وتطبقيها علشان نبدأ في الحاجات اللي فيها قصات اصعب بشوية، بس طبعا لازم تبتدي معايا علشان تتجرأي وتمسكي المقص كويس، تقصي كويس وتخيطي اهو. اهم جزء دايما بقوله هو التفتيح بتاع الخياطة اهو. قبل الخياطة احاسب قوي، ده بيعمل ايه؟ ده بيريح الخياطة، ما بيخليش الرقبة مشدودة ابدا اهو. ده مهم جدا لاخر الرقبة. وطبعا هنا لازم اخيط دول كده اهو، وبعدين اقص الزيادة بالشكل ده واقص الزيادة دي، اكمل اقصها في الرقبة وبعدين ارجع بالشكل ده. هنا انت حرة، بمعنى انك ممكن تخليها كده بشكلها ده، كده شكلها حلو. ممكن تخليها كده فما فيش خالص منها يعني رقبة خالص، ممكن تكبري او تصغري زي ما انت عايزة بالشكل ده. طبعا لو عملتيها بنفس اللون هيكون الفينش بتاعك حلو جدا. للناس اللي بيتكلموا على الفينش وبيشتكوا ان الفينش بتاعهم مش حلو اهو، ولكن لون البرتقالي عندي هيظهر، فانت لازم تعملي بنفس لون الخيط. عايزة ممكن ترفيها بايديكي بالشكل ده بحيث ان الخياطة تكون من جوه، نسيج في القماش من هنا مع نسيج من هنا، بيكون الخياطة مش واضحة والفينش بتاعك بيكون انضف واحسن. نخيطها مع بعض. ده شكل البلوزة زي ما انتوا شايفين اهي، واسعة مناسبة للي عندهم بلوز في البطن اهو. زي ما قلت لكم طويلة من ورا، شايفين لغاية فين، قصيرة من قدام اهو. هنا تقدري تضيقي او توسعي او تتحكمي في الطول زي ما انتي شايفين شكلها عامل ازاي. لو حبيتي تضيقيها بسيطة جدا جدا جدا، ما فيش اي حاجة خالص لازم تعمليها وتمرني ايديكي. لو انتي عايزاها بكم هتلاقي فيديو كم عندنا في القناة، سهل جدا جدا وتركيبه كمان سهل. او في الفيديو الخاص بالبلوزة اللي انا رسمها دي هتشوفوا تركيب الكم ازاي بنرسمه على قد حدة الابط او الزيرو. المهم تبدأي تطبقي، انت مهم عندي جدا انك تبدأي، مش ان انا بس بقدم محتوى وخلاص. مهم عندي قوي 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 انك تنجحي وتطبقي، لانك صاحبة ايادي ذهبية، عليا الفكرة وعليك الابداع. دي في لمستك الخاصة بيكي، وما تنسوش اللايك والشير وكمان الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.